بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ازيكم يا احبابي؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير قوي ما عملتلكوش هاند ميد. النهارده معانا، هدخل على طول في الموضوع عشان ما اضيعش وقت حضراتكم. النهارده هنعمل حاجه جديده كده. النهارده هعمل اعاده تدوير البرطمان ده، بس بطريقه جديده خالص ومختلفه خالص، اول مره تشوفوها. تابعوني للاخر، هتشوفوا حاجه جميله جدا. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه طبعا عجينة السيراميك، وانا ملونها كذا لون اهي. وهنحتاج بقى شوية حاجات، انا هو في حاجات جاهزة منها وحاجات انا صنعها بايه. المهم اي حاجة تنفعكم في الشغل من عندكم في البيت ما ترموها. بسم الله، احنا هنعمل البرطمان ده، هنعمل هو زي ما هو كده، بس طبعا انتوا بترموه بعد ما بيفضل كده، فاحنا مش هنرميه بقى، احنا هنعمل له اعاده تدوير تاني. هنعمله على شكل حاجه كده نحطها في المطبخ، او نحطها في النيش، او نحطها في اوضه اطفالنا. هنعملها على هيئه عروسه او منظر بنوته يعني. فهنعمل دايره كده بالورق الفويل علشان نملى عجينه السيراميك من الداخل. ادي عجينه السيراميك مثلا اهي، لازم تبقى بالسم كده. وهنيجي هنا على الورقة او على الفويل، وفي كمان يا جماعة انا نسيت اقول لكم، في غيرة. الغيرة دي بس عشان اثبت بيها والزق بها ايه على الاشكال اهي. وهنيجي بحاجة رفيعة، اي حاجة رفيعة، هنيجي من هنا كده، هنعمل كده، نبل ايدينا اي مادة دهنية، زيت بقى، فازلين، اي حاجة. احنا كده بنعمل للراس بتاع البنوتة اللي هنعمله. وهنيجي هنا من الجزء ده، هنعمل كده، هنضغط كده هنا، تمام. وهنيجي من تحت شوية، هنرفع الجزء اللي احنا ضغطناه كده، يعني نحاول نحدده. معلش، هي صوابعي معمولة ألوان. هنيجي بقى في بتاع زي دي يعني الدايرة بتاعتها مقسومة لنص لتحت، بصي يا حبايب قلبي، انا خلصت الراس اهي، عملت لها الشفايف، وعملت لها المناخير اهي. يعني شوية كده لما بس تنشف شوية صغيرة، هبدأ ألون العين قدامكم وألون الوش. نيجي بقى على البرطمان هنا، هنعمل ايه؟
عملت سيراميك يا كانت بيضة انا وانت ازرق. طبعا البرطمان مصروف ويندوب كويس جدا. عايز بس الحته هنا في القاعده بحيث ان هو لو حط في التوريه بتاع ما يكسرش. تمام عملنا كده نقفل عليها بقى. بعد ما عملناها فصلات دي بقى رفيعه يعني مثلا زي كده ونعمل بقى كده. بحيث ان هي تبقى زي ما كنا كنا كل شويه بيضه احنا حاطينها على الشكل بتاعنا. تمام وهي هنا هنا كده ايه على السلام كده هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم نجيب الشكل اللي هي حلو تمام اهو. وهنجيب اللي قلت لكم بتاع الخبز دي هنحاول نعمل لها فستونات برضه زي التانية ايه؟ الخل اللي احنا كنا عملناها اهي هنعمل كده ايه شكل يعني. تمام ده جزء البنت اللي تحت. هنكمل بقى الجزء اللي فوق نلمها على بعضها كده بس ما نعملهاش قوي لان احنا لسه هنشكلها. هنشكلها ازاي كده مثلا اهي نحاول نشيل زيادات ونظبط الغطاء عشان لما نيجي نقفله. هنحط الخلة دي عشان نحط فيها ايه بس العروسة. طيب نفس الكلام المجلة بتاعت العروسة اللي هي من فوق بقى ناخدها كده من النص
ولما نيجي هنحطها هنا هتبقى بالمنظر ده. بصوا احنا رسمت كده ايه من عين على قد ما اقدر، مش عارفه حلو ولا وحش عادي، المهم لون شفاف. تمام كده متاكد 100 تمام. هنبقى الكبد بتاعها او الطريقه بتاعتها اي شكل احنا عايزينه.